السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة وطالبات الثانوية العامة. إن شاء الله نبدأ معاكم الحلقة الثالثة من حل معادلات نماذج البوكلت، ماشيين بالترتيب زي ما قلنا. الحلقة الأولانية بدأنا ببوكلت دور تاني 2019 اللي هو بقى في شهر 8 أو أغسطس يعني، خلاص. والحلقة التانية نزلت اللي هي الدور الاول 2019، وما زلنا بنقول في المعادلات. مستر مصطفى رجب خبير الكيمياء يحييكم من مدينه دمياط الجديده، ونبدا البوكلت الثالث ان شاء الله كمعادلات، عشان برضو ما حدش يقول ده مش بوكلت، كمعادلات، لان بأسسكم الوقت في المعادلات عشان نبدا ننطلق بعد كده في المسائل، وبعد كده نكمل الاساسيات. النهارده ان شاء الله عندي البوكلت الثالث اللي هو دور اول 2018، يبقى ده رقم 3 في البوكلت عشان نعرف احنا ماشيين ازاي. وقلنا معادلات عشان الناس اللي بتشوفنا اول مره ما تستغربش الطريقه اللي احنا ماشيين بيها. نبدا على طول عشان الوقت. بيقول لي وضح بالمعادلات السؤال اللي هو الثالث، طبعا دي صفحه 71، بنتابع مع بعض عشان ما ندوخش بعض كده. 71 في كتاب الامتحان، خلاص، اللي هي نماذج البوكلت اللي موجوده بتاعه الوزاره. بيقول لي السؤال وضح بالمعادلات التفاعل الحادث عند شحن مرقم الرصاص. مرقم الرصاص ده هو اول ما ابدا بيه ونقول شحن. عملناه في البوكلت اللي قبل كده، كان تفريغ. التفريغ كنا بنبدا بالرصاص، طب الشحن بنبدا من الطرف الاخر. لو فاكرين كنا عاملين سهم ذهابا وسهم ايابا، خلاص. كان قبل كده المرة دي الشحن، خلاص، الشحن ده اللي هنبدأ بيه حالا. والمنظر قدامي اهو، السهم كده هكتب عليه شحن، خلاص، تفريغ اللي جه في بوكلت قبل كده. طب الشحن بنطلع النواتج اللي هو كبريتات الرصاص بي اس او 4، بناخد منها 2، خلاص، زائد ميه، جزيئين ميه زائد جزيئين ميه. لو انتوا فاكرين في البوكلت اللي فات دي كانت النواتج، طب المتفاعلات بقت نواتج رصاص وثاني اكسيد الرصاص. ركزوا معايا كده، اللي ذاكر وبص معايا واشتغل المره اللي فاتت فاهم انا بعمل ايه الوقت. طب اللي ما شافهاش بالراحه خلاص برضو كده نشوف، ده رصاص ثاني اكسيد الرصاص، اربع ايونات او اربع جزيئات هيدروجين، خلاص. طبعا هنا عاملينها جزيئات مش هنعمل بقى ايونات، زائد اتنين زائد اتنين اس او فور، خلاص. احنا قلنا اربعة ليه؟ لان بصوا كده المنظر ده، هنا الاربعة هتبقى الاربع ايونات هيدروجين، يبقى الاربعة دول بتيجي مع جزيء الاكسجين اللي هنا، خلاص. الاربعة هيدروجين بيحتاجوا اتنين اكسجين عشان يدوني المية، خلاص. بعد كده الرصاص والرصاص مع بعض مع كبريتات بتديني كبريتات الرصاص. خدوا بالكم انا كنت احط هنا 2 غلط، نركز كده لان برضو لازم الانسان يكون فاطن كده ونبص واحنا بنكتب. يبقى ده اول حاجه كان اسمها بيقول لي التفاعل الحادث عند شحن مرقم الرصاص. مرقم الرصاص الشحن بس، خلاص. لكن لو قال لي التفاعل الكلي بنعكسها، بنبدا من هنا وبنعمل رايح جاي كده اللي هي انعكاسيه. طيب 2 التفاعل الكلي في خليه صدأ الحديد، يبقى ديت رقم كام؟ 3 اولا او الف، 3 باء، ها نمشي بالترتيب كده. بيقول لي تفاعل الصدأ الحديد الكلي، خلاص، او التفاعل الكلي في خليه صدأ الحديد. طبعا ده هي مكونات الصدأ، حديد، ها، زائد، ركزوا اول كده معايا، المكونات هي زائد ميه زائد مين؟ زائد اكسجين. الكلام ده خدناه في السنوات اللي فاتت كلها. تاني شوفوا كده صدأ الحديد، ايه حكايه صدأ الحديد؟ بنفهمها ازاي؟ ما احنا عايزين تكات مخ كده مع الكلام عشان نبقى شاطرين. صدأ الحديد هو عاوز التفاعل كل صدأ الحديد. صدأ الحديد تكون نسبه من الاكسجين على الحديد، خلاص. طب اعملها ازاي وافكر فيها ازاي؟ مكونات الصدأ المعدن نفسه هو اللي حديد، خلاص، ميه، ميه، والهواء بما يحتويه منين؟ من اكسجين. طيب المنظر عندي هنا بقى، هناخد 2 حديد، هناخد 3 ميه، وهناخد 3 على 2
اهتوا، اشمعنى؟ يعني ايه 3 على 2؟ لو انتم ملاحظين 3 على 2 يعني عبارة الصا فيها ايه؟ 3 اكسجين. تاني، اقولها تاني، 3 على 2 من الاهتو يعني معناها 3 ذرات ايه؟ اكسجين. اشمعنى 3 ذرات اكسجين؟ لان انا هنا الصدأ الحديد عندي، بصوا كده الناتج بتاعها هيدروكسيد ايه؟ الحديد، ها وفاكرينه اللي هو 3 هنا، وكنا بناخد 2 لما نيجي نسخن. احنا لو بصينا الوقت 2 حديد صح، هتقول يا مستر انت هتعد برضه؟ لا مش هعد، باكد لكم بس الكلام. 3 ميه يعني ايه 3 ميه؟ اهي H2O و H2O و H2O. طب ما توضح بقى كلامك كده يا مستر، عايز تقول ايه؟ المنظر اللي قدامي عندي هنا الوقت التلاتة او، ها واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا، خلاص يبقى في الحالة ديت الاتنين في تلاتة بستة، ستة ايه؟ او اتش، ستة او اتش، خلاص يبقى ده الخلية او التفاعل الكلي في خلية صدأ ايه؟ الحديد. نركز، معلومات بصراحة مهمة، خلاص. طيب تعالوا كده بعد كده، رقم كام؟ رقم 13. رقم 13 قلنا احنا بس مرقمين، ونبص مع بعض كده يعني بنعمل معادلات. ما زلت باكد تاني، يعني هتقول المستر كل شويه يقولها عشان ما فيش حد يقول ده المستر معدي بوكلت بيسيب دول ليه. احنا قلنا مركزين حاليا على مين؟ على المعادلات فقط، المعادلات فقط. رقم 13 بيقول لي وضح بالمعادلات، وضح بالمعادلات الكيميائيه كيفيه الحصول على اكسيد الحديد 3 من السيدرايت. What is the meaning of سيدرايت؟ سيدرايت يعني ايه؟ كربونات الايه؟ عارفينها؟ كربونات الحديد 2، يبقى دي اسمها السيدرايت؟ نبدأ نشوف كده، دي السؤال رقم 13. 13 السيدرايت؟ السيدرايت، نجيبها ازاي بقى السيدرايت؟ السؤال سيدرايت عندنا واضح جدا اهو في الكاميرا. وضح بالمعادلات كيفية الحصول على أكسيد الحديد 3 من السيدرايت. قلنا السيدرايت عبارة عن إيه؟ FeCO3، سهم وعليه حرارة. طيب كسر روابط جزيئات المواد المتفاعلة، أدي الحديد وأدي إيه؟ الكربونات. طب عايز تعمل إيه يا مستر؟ ذرة أكسجين من هنا، ما تبقى ثاني أكسيد كربون، هي دي كده خلاص المعادلة؟ أدي المعادلة أهي، بصوا كده المنظر، زائد إيه؟ ثاني أكسيد الكربون. طيب انا مش عاوز ده، انا مش عاوز، انا عاوز اكسيد الحديد 3. ما معروف انني عندي اكسيد الحديد 2 لما بضيف له ذره اكسجين واحده، خلاص بقى ايه؟ اكسيد 3، خلاص يعني ايه؟ FeO خلاص زائد، قلنا ذره واحده، اجيب الذره واحده يعني ايه؟ نص جزيء، خلي فيه ذكاء برضو، ها سهم وتسخين، هناخد من ديت 2، خلاص معلش الذرة دي هتخش هنا والاتنين ايه؟ عندي هنا، خلاص يبقى في الحالة ديت انا عندي Fe2O3. يا مستر جت ازاي؟ طب ما تبص كده معايا، Fe وهنا ايه؟ 2O، هنا 2 Fe. اتفضل يا استاذ، ادي الاتنين Fe اهي. طب 2 و1 نتيجة نص جزيء، يبقى بقت ايه؟ 3. يبقى ده اكسيد الحديد ايه؟ 3، اكسيد الحديد 3. عرفت منين اللي هو اكسيد الحديد 3؟ نفكر نفسنا كده من السنوات اللي فاتت، اعكس التكافؤ، يبقى الثلاثه تبع الحديد والاثنين تبع مين؟ الاكسجين، خلاص. ولذلك لو جه قال لي اكتب اكسيد الحديد 3 لازم اكون عارف اجيبه ازاي. اكسيد الحديد 3 نفكر نفسنا كده بالايام اللي فاتت، ها حديد اف اي اكسجين او، الحديد 3 يعني تكافؤ الحديد ثلاثي، تكافؤ الاكسجين ثابت ما بتغيرش اهو. يبقى عندي هنا اكسيد الحديد ايه 3، طلعتها بطريقه سهله بتاع السنوات اللي فاتت من اولى اعدادي وطالع، خلاص. ولذلك لازم نراجع على الحلقات، شوف انا بقولها كل حلقه اهي يا مستر، ما خلاص ما احنا عرفنا. لا في ناس بتشوف بس حلقه واحده، نبص على حلقات المراجعه التاسيسيه اللي انا عاملها على اليوتيوب قناتي مصطفى رجب خبير ايه العلوم، ونشيرها ونعرف ايه زمان. يبقى عرفنا دلوقتي هنجيبها من الصدرات ازاي، خلاص سخنا السيدرايت اللي هو كربونات الحديد، ها كربونات الحديد 2 طلع اكسيد حديد 2 وثاني اكسيد كربون. طيب اكسيد الحديد 2 ها لما ضفت له ذره واحده اكسجين ينفع امسك ذره واحده؟ لا، احنا قلنا في الكيمياء حتى قانون هيس بتاع اولى ثانوي كان بيشتغل في الاجزاء دي، ان شغل نظري بس، لان ما اقدرش فعلا اجيب ايه ذره اكسجين، ما بيجيش الا اثناء البرق والرعد زي ما احنا عارفين،
خلاص يبقى ديت السؤال رقم ايه 13. نيجي ل 18، وضح بالمعادلات الكيميائية كيفية الحصول على كلوريد الحديد 3، كلوريد الحديد 3 من كبريتات الحديد 2. خطوة خطوة يا أستاذ. ماشي، كبريتات الحديد 2 لما نيجي نشتغل عليها FeSO4 2 يعني ايه وجها لوجه، لان الكبريتات ثنائية، مثلا لازم افكر وانا بحل، معلش ما نكتبش كده وخلاص، ما كان زمان خلصت بوكلت كله في حلقة. لا، يعني بدأت بالكيمياء في المعادلات، قلنا عشان ثانوية عامة لها رونقها وجمالها في معادلات الكيمياء. خلاص، يبقى FeSO4 طب وبعدين هناخد منها 2، طيب نكسر كده بالراحة خالص. تكسير تكسير 2 حديد، 2 حديد ومجموعتين كبريتات. ليه الكلام ده كله يا مستر؟ نشوف ليه الكلام ده كله. خلاص، الاتنين حديد، الاتنين حديد، بص انا هعمل ايه كده، هاخد هنا ذرة اكسجين، ما تبقى تبعها SO3. ركزوا كده، ده اول غاز هيطلع. يا استاذ ممكن نطلعه ونخلص؟ يا ريت، اهو يبقى انا خلصت دي. طيب الحديد لسه محتاج 2 اكسجين من دي. اتفضل يا استاذ، امال احنا بنعمل ليه كده؟ اهو وخلاص الناتج بتاعه. طيب ما خدنا 2، تبقى ايه يا اولاد؟ SO2 غاز ثاني اكسيد الكبريت. معادله جميله بصراحه. خلاص، وبنشغلها وبنلعبها، ده اسمه لعب في الكيمياء. لعب في الكيمياء، العب معادلات زي معادلات رياض، ما اقعدش احفظ واستنى يا استاذ اما افتكر. لا، كبريتات الحديد، ها كبريتات الحديد 2 طول عمرها سهله جدا وجميله. اقولها تاني بسرعه، 2 حديد ومجموعتين كبريتات فرطتهم. ليه فرطتهم؟ لان هاخد من واحده ذره اكسجين، طب وبعدين يتبقى SO3 يطلعه غاز ثالث اكسيد الكبريت. هاخد من الثانيه 2 اللي هيطلع SO2. جميل، ها ما تبقى الاستاذ الكبير اللي هو بنسميه ايه FE2O3 اللي هو اكسيد الحديد ايه 3. طب هو مش عاوز اكسيد الحديد 3، ده عاوز كلوريد الحديد 3. اظن سهله الوقت، لما اضيف لها HCl سهله ما فيهاش كلام خالص. يعني الناتج اللي طالع ده اهو FE2O3 اضيف له HCl، وركزوا كده HCl بالراحه خالص. الحديد ثلاثي، عرفت منين؟ تبادل التكافؤ. خلاص، التكافؤ ايه بتاع الحديد ايه ثلاثي، يبقى في الحاله دهيت خلاص هناخد 6 ايه HCl. هو المفروض لو حمض كبريتيك كنت هحط 3، انتوا فاكرين قلت الثلاثه ديت قصاد الايه المركبات الثنائيه بحط ايه 3 زيها. طب ده احادي، يبقى لازم احط الضعف، وهقول ليه برضو نحط الضعف. اولا ادي 6 H ودي 6 ايه Cl، ها 2 حديد، 2 حديد و 3 ايه اكسجين. واضح جدا انا بعمل ايه اهو، بص يا اولاد كده جميله جدا بالمناسبه جدا. يبقى الاوبك بتاعنا الهيدروجين 6 يطلب كم اكسجين؟ 3، يبقى يطلع لي 3 ميه. يا استاذ خلي الميه بعيد، لا يا حبيبي طلع كله زي ما انت عايز، تحطها في الاول، تحطها في النص، تحطها في الاخر لو في 3 ايه نواتج. اللي باقي لي مين؟ خد 2 عامل مشترك واشتغل، 2 FE ها Cl3. هو ده كده خلاص، كده خلاص المعادله كده تمام، واخر حلاوه زي ما بيقولوا، معادله جميله بصراحه. يبقى ده السؤال رقم ايه 18 عندنا في الايه في البوكلت. خلاص نبدا رقم 20. 20 طبعا اكتب المعادله الداله على تفاعل فريدل كرافت. طبعا فريدل كرافت مش علينا، اللي عندنا اللي هي ايه تفاعل ايه باير. تفاعل باير عبارة عن هيدرة حفزية للإيثيلين، يبقى احفظ دي كده بيني وبين نفسي كده. يبقى رقم 20 تفاعل ايه باير عندنا في المقرر، لان احنا قلنا بداية الحلقة ها ان حتى منتصف ايه مارس، يعني مش كل الايه الكيمياء العضوية، الكان الكين الكاين التلاتة بس اللي ورا بعض. يبقى تفاعل ايه باير حسب ايه ما الوزارة قالت، تفاعل باير بين قوسين عبارة عن هيدرة حفزية لمين؟ للإيسيلين. للإيسيلين ليه اسم تاني يا جماعة؟ الإيسين. يعني ايه إيسين او إيسيلين؟ يعني فيه رابطة ثنائية، ركزوا معاي، رابطة ثنائية مهمة جدا جدا جدا.
طب تفاعل باير ده بيقول لي ايه؟ الايثيلين احنا عارفينه اهو خلاص، وكلنا شاطرين ان شاء الله وهنبقى زي الفل وهنجيب الدرجات النهائيه باذن الله، ولذلك هفضل معاك، ولو لقيت مشاركات كويسه ولقيت شغل معانا كويس هنبدا، وهنبدا شغل جامد كمان باذن الله. لقيت مشاركات ضعيفه نشتغل مع بتوع اولى ثانوي ونشتغل في المراحل التانيه، فلازم ندعم القناه بتاعتنا علشان برضه نوصل لاعلى حاجه، والرفع يبقى سهل والتوصيل يبقى سهل بسرعه ان شاء الله، والكل يستفيد خلاص، عشان برضه كلنا ناخد ثواب. ده الايسيلين. عارفين الايسيلين فيه ايه؟ ربط ثنائي، اقولها تاني لسه قايلينها في البوكلت اللي قبليه واللي قبليه، يعني ايه حلينا اتنين بوكلت. نشوف ده بقى كده، الرابطه الثنائيه واحده باي اللي بتبقى ضعيفه والتانيه دي سيجما، هتفيدني في حاجه؟ افهم بس وانا بشتغل. قلنا هيقدر حفزيه يعني اضيف ميه، نمشي خطوه خطوه، قلنا لما نكسر دلوقتي ها الكترون هنا والكترون ايه هنا، طب وبعدين هنضيف ميه. عودتكم برضو في البوكلت اللي فات واللي قبليه الميه ما بعملهاش H2O هنا، ليه؟ محدش لا عندي حاجه HOH صح خلاص، زائد ذره ايه اكسجين، وبعملها بين قوسين كده عشان ايه تبقى بعيده عن الميه. السهم بعمل عليه برمنجانات البوتاسيوم KMnO4، حاجات سهله وجميله يا جماعه، وسط قلوي، وسط ايه قلوي. نركز بقى كده في الوسط القلوي ايه اللي بيحصل، كسرنا الكترون هنا والكترون هنا خلاص، في OH هيجي هنا OH برابطه، وOH اتش التانيه هتيجي برابطه، يعني ايه يا استاذ؟ هيطلع لي ايثيلين جلايكول. يعني ايه ايثيلين جلايكول؟ سمعنا عنه او اول مره نسمع، ما ذاكرناش قبل كده، او يعني ما وصلناش لسه للادويه، او يعني بنذاكرها وبننساها. بقول لكم على الالفاظ اللي بتتقال من الطلبه والطالبات خلاص، يبقى اللي طلع لي هنا اسمه ايثيلين ايه جلايكول، ونحفظ هذا المركب مهم يعني برضه ايثيلين جلايكول، لان دي ماده مبرده في ايه في العربيات، جلايكول اللي هي في ماده يعني ايه بتمنع تجمد الميه في السيارات في المناطق القطبيه او اللي فيها ايه جليد خلاص، عشان الميه اللي في العربيه ما تتجمدش خلاص. يبقى ديت ايه رقم ايه 20. نيجي للسؤال 21 ورا بعض كده، السؤال 21، ما اثر حراره على الميسان؟ ما اثر حراره على الميسان؟ سؤال حلو وجميل. اثر الحراره على الميسان رقم 21، الميسان طبعا اللي هو الف، الميسان سي اتش 4 سهم وعليه 1000 درجه ماشي، نو اير يعني نظام معزول او معزل عن الهواء، بيديني ذره الكربون اللي هو الكربون المجزأ خلاص، او اسود الكربون زائد ايه اتش 2 او 2 اتش 2 خلاص. يبقى ده بالنسبه لمين؟ للميثان واثر حراره عليه، ما قاليش اي حاجه تانية خلاص، اعملها كده وخلاص واجابه ايه نموذجيه. في حاجه تانية فيها 1500 وتبريد، وتبريد بقى مش نو اير، تبريد بطلع لي الايه الايثيلين، بطلع لي الناتج الايه الايثيلين وهيدروجين خلاص. يبقى ده الميثان. طيب تعالوا بقى رقم باء، ادي الف، رقم باء اللي هو الاوكتان، اوكت يعني 8، يبقى سي 8 اتش 18. ها نفكر نفسنا كده بحاجات معينه، انا عندي مثلا درجه الحراره و بي و سي اي تي يعني كاتالايز خلاص. يبقى الوقت هنا عندي في عوامل حفازه مع التسخين بتديني اقسم الثمانيه 2 سي 4 وبعد شويه وسي 4. طب وبعدين هنا ال 18 نقسمها ازاي؟ اتش 10 و اتش ايه 18 اتش 8. طب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ فاكرين الميثان او الالكان والالكين والالكاين؟ طب فكرنا كده يا استاذ بسرعه، سي ان ها سي ان اتش 2 ان زائد 2، ده مين يا استاذ؟ الكان. طب ما نشوف، نجيب التانيه الاول، سي ان
CH2N خلاص. بس ها دي ايه الفرق بين ده؟ ده الكين. طب ما نشوف الكلام ده هنا وهنا كده. هنا اربعة، ها اتنين في اربعة بتمانية واتنين عشر. يعني ايه هنا؟ يعني اربعة يعني بيوت، يبقى ده ايه؟ بيوتان تبع الالكان. طب هنا بيوت برضه، بيوتين، بيوتين. نفهم كيمياء عضوية جميلة لما بتتفهم. بيوت يعني ايه؟ اربعة. يبقى ده بالنسبة للجزء ده خلاص. طبعا اضافة مواد خلاص، نبدأ نشوف كده هل في معادلات لسه تاني. طبعا في الكيمياء العضوية هنا مش علينا، يعني دي من الحاجات الملغية. نطمن برضو كده في معادلات لسه، معادلات ما عادش في معادلات في هذا البوكلت خلاص. يبقى ده كان اخر حاجة النهاردة ان شاء الله في حلقة النهاردة، وحاجات كويسة ولذيذة ومركزة. يعني لو رجعنا كده بسرعة هنلاقي ايه؟ معادلات حلوة فعلا ما شاء الله، بس برضو عايزين ايه؟ نفهم كل حاجة. ما تنسوش الاشتراك معنا في قناتنا مصطفى رجب خبير العلوم، نعرف زمايلنا. وكلمة العلوم شاملة كيمياء وفيزياء واحياء، وما فيش داعي للكلام في هذا الموضوع دلوقتي. المهم فهمنا نشتغل ونشترك في القناة ونعرف زمايلنا، ونحاول نوسع مدى القناة شوية على أساس يعني يبقى فيه سهولة في التعامل. ما تنسوش الاشتراك معنا. مستر مصطفى رجب يحييكم مدينة دمياط، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.